نعيش اليوم والحمد لله بهمة المخلصين الذين تضافرت جهودهم، سواء كان في الإطار التنسيقي أو في ائتلاف إدارة الدولة، وكل شرائح ومكونات المجتمع العراقي تضافرت الجهود، فأصبحنا نعيش في بحبوحة من الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وشعبنا يشعر بالهدوء النفسي والتحسن المعيشي بعد نجاحنا والحمد لله في تشكيل الحكومة الحالية، ونجاح كثير من مخططاتها على مستوى الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية. هذا النجاح يجب أن يتطور وليس يمكن أن يتطور، ونحن هنا نطلب من سلطات الدولة كافة لا سيما التنفيذية إلى بذل الجهود والمساعي والقيام بواجبها والإسراع بإنجاز مخططاتها تجاه الوطن والمواطن، لتكون حقا حكومة الخدمة التي أطلقنا عند تشكيلها أنها حكومة خدمة وطنية.